معاك رصيد يا حاج؟ معايا لنفسي مش لاختك. لا والله ما هكمل حاجه، عليا الطلاق لو مش هتكمل الدقيقه. ما هديكي برضو. طيب براحتك يا حاج، ادخل هات تليفون اخوك. يا روح هات انت يا اختي. يا ابني انت هتجيبولي ايه؟ نكلم تقول له ده الماما. لا ده ما يضربني اول ما يلاقيني ماسك الموبايل بتاعه. يا ابني انت حمار، انت هتجيبولي ايه؟ انا هجيبه، بس لو ضربك ماليش دعوه. ماشي، روح هات وخليه يضربني. براحتك. وانت اوعى إيه تطلب مني حاجه تاني طالما حطش التليفون بتاعك عني. انا مش لاقيه اصلا. يا بنتي اللي على وشك الفجر ده. احسن يا رب ما تلقاه. قاضي انا ماليش دعوه، براحتك. يا رب ما تلقاه يا رب يا رب. مارينا ليه ده؟ ياودي الموبايل بتاعك معايا. ماشي يا ماما، ظبط معايا الكلام. البرنامج ده دوره معايا يا ابني انت، هو مش لاقي الموبايل بتاعي. يا ماما انت ما نزلتش البرنامج اللي انا قلت لك عليه، اللي هو تسجل في الموبايل يرن تعرف مكانه فين. نسيت والله يا ابني، ساعتها ما كانش معايا نت. طب لما تلاقيه نزل، انا سايب لك اللينك بتاعه في البايو بتاع التيك توك تحت الصوره بتاعتي. لما الاقيه ما تتفجرنش.